إلى هذا المخيم في منطقة المالكية في داخل السوري على بعد 30 كيلومترا من الحدود مع العراق، والذي كان الهدف منها أصلا إيواء النازحين السوريين الهاربين من عنف الاشتباكات في بلادهم، لجأ عشرات الألاف من الإيزيديين الذين فروا من وحشية داعش بعد هجومها على سنجار. قطعوا مساحات جبلية شاسعة ما يقارب 13 ساعة، مشوا في الجبال الوعرة حفاة دون مأكل أو مشرب ليصلوا إلى هنا، وأعداد كبيرة منهم لم تتمكن من الوصول فتركوها في الجبال ومشوا. كثيرين بهم ما يقدرون يمشون، يعني باقين جوا الجبل بالقنديل، ما يسعدوا، ما يقدرون يأكلوا، مرضى وشياب ونسوان، حتى زوجة أخوي باقي هناك وتركناها. 13 ساعة قلنا نمشي بالجبل إلى أن وصلنا سيطرة الطبقة، هم ساعدونا وخلصونا إلى أن جينا هنا. جبل لا أكل لا شرب. ولكن هؤلاء الذين تمكنوا من الفرار يواجهون اليوم عدوا آخر، الحر وعدم توفر المأكل والمشرب، فهم يعيشون تحت حرارة جد مرتفعة داخل خيم بلاستيكية وينتظرون من ينعم عليهم بالطعام والماء. هؤلاء مثلا يتهفتون ليس على مكعبات من المعدن النادر، إنها مكعبات ثلج يريدونها علها تبرد من حرارة البؤس والحرمان والذل، لأن لا حول ولا قوة لهم. وجد هؤلاء من يساعدهم نازحون سوريون هم أيضا هربوا من العنف في بلادهم ويقيمون في هذا المخيم. لما أجيت لهون شفت هذا المنظر فتطوعت من واجب إنساني، من طلب إنساني، وكلفت أهلي وخواتي ونسواني أهل البيت، وجمعت حتى مبلغ من المال من بعض الأصدقاء استعانت فيهم كمان، والقسم الأكبر من عندي. فحاولت أقدم لو شيء بسيط اللي هو بعض الأكل يعني. على مدى العشرة أيام الماضية استقبل هذا المخيم عشرات الآلاف من الإيزيديين تمكنوا من الوصول بمساعدة حزب العمال الكردستاني كما يقولون. بعد هجوم داعش على سنجار بدأت وحدات حماية الشعب بحماية العزل اللي تعرضوا إلى التشريد والقتل والاغتصاب، وأمننا ممر آمن، قدمنا أكثر من 8 شهداء، وبدأت القوافل تأتي إلى هذا المخيم. هؤلاء إذن وقعوا ضحية داعش التي دخل عناصرها القرى وقتلوا وسرقوا واغتصبوا حتى تمكنوا من السيطرة.